مساجد المشاعر ذات خصوصية انفردت بها، إذ تغلق أبوابها طوال العام وتفتح للمصلين لمدة 7 أيام فقط، وذلك مع بدء مناسك الحج. وتعود الأسباب الرئيسية لكونها تقع بمشعر منى ومزدلفة وعرفات، وخلو هذه المنطقة من السكان. وتستوعب المساجد الثلاثة قرابة 350,000 مصلين. هذه المساجد الثلاثة تأتي أهميتها من أنها مساجد تاريخية مرتبطة بالنسك ومرتبطة بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد عنيت الدولة السعودية المباركة في هذا العهد المبارك بإعمار هذه المساجد الثلاثة جميعها عمارة حديثة متطورة فيها وافر الخدمات وكامل الخدمات. مسجد نمرة بمشعر عرفات، حيث يؤدي أكثر من 450,000 مصلي صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا في مسجد نمرة يوم الوقفة التاريخي. وبمشعر مزدلفة يقع مسجد يستوعب أكثر من 12,000 مصلين. وأخيرا مسجد الخيف بمشعر منى، إذ تتجاوز مساحته 45,000 متر مربع. هذه المساجد الثلاثة تلقى العناية والاهتمام طوال العام حتى مع خلوها من المصلين. نحن نتحدث عن مسجد الخيف بمنى، ويسمى مسجد الأنبياء ويسمى مسجد العيشومة، وخاصية هذا المسجد وفضله بأنه من أهم المعالم في مشعر منى، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيه، كما أن مسجد نمرة في عرفات هو ذلك المسجد الذي بني في موضع خطبة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. المسجد الثالث من مساجد المشاعر المقدسة هو مسجد المشعر الحرامي بمزدلفة، وهذا المسجد أيضا بني إلى جوار جبل قزح الذي يرى بأنه المشعر الحرام. أيام معدودة تفصلنا عن بدء موسم الحج، إذ تظهر الملامح الأخيرة من التجهيزات والتحضيرات للمشاعر على كافة الأصعدة. من المشاعر المقدسة، سلطان السلمي، العربية.